أنا بكبر والجيل الجديد متعلم كويس والدنيا حوالينا بتتغير. يعني لو ما خدتش الوزارة المرة دي عمري في حياتي ما هاخدها. أوكي، حلال عليك الوزارة. يعني إيه؟ يعني ما تزعليش، إحنا كمان من حقنا نشتغل بيزنس، يعني من حقنا ندور على مصلحتنا، مصلحتنا وبس. ومن هنا ورايح هتشوف وش البيزنس مان بتاع مراد، بس ما اعتقدش ان الوش ده هيريحك. بعد اذنك عشان مرتبط بمواعيد مهمه. ممكن أدخل؟ أنا قلت لازم أجي عشان أطمن عليك، صحتك عاملة إيه النهاردة؟ الحمد لله أحسن كتير. شكرا. مستر مراد، I really hope ما يكونش في بيننا أي مشكلة أو زعل. عشان كان المفروض يبقى بيننا بيزنس و للأسف ما حصلش نصيب. بص، أنا شغال في البيزنس من 40 سنة، يعني قبل ما أنت تتولد أصلا. قابلت كل حاجة وبطلت أحسب الأمور بالعواطف، بيزنس وبس. وفي البيزنس كل واحد بيختار اللي يكسبه أكتر، وأنت اخترت الصح، وأنا لو كنت مكانك كنت أختار نفس الاختيار. أنا متشكر إن حضرتك فاهم الموقف. فعلا الموضوع كان عامل لي قلق، وما كنتش احب اخسر علاقتي بيك. لا ما تقلقش يا عمر، احنا علاقتنا يا دوب بدات، والبزنس تم خلاص بس بطريقه تانيه. الموضوع بيني وبين صافي، انت بره. ميرسي مستر مراد، واسف لو خدت من وقتك كتير. الحمد لله على السلامه. ما تقلقش نفسك، دي دعوة ايه كلام؟ المحكمة الاقتصادية ما بتاخدش بالكلام الفارغ ده. متأكد؟ أنت عارف مين المحامي اللي قصادنا؟ المحكمة لها الورق اللي قدامها، ما بتبصش للأسماء. وبعدين دول ناس خسروا قدامنا وعايزين ينتقموا بأي شكل. ما تشغلش بالك أنت. مساء الخير. أهلاً كرمة، ازيك؟ الحمد لله، ازي صحتك يا راجل يا عجوز؟ ازيك؟ الحمد لله. والله توحشيني، اليوم من غيرك ملوش أي طعم. وبعدين بقى إحنا كده هنكسر بعض. أنت دماغك راحت فين؟ دي كربة خلاص بقت من هنا، ده مالك قاعد عندها طول الوقت. يعني كل الكلام الحلو ده علشان أنقذتك؟ ما عادي يا سيدي، ما أي حد في الشارع كان ممكن ياخدك يوديك المستشفى، وأنت إيه وقعت في صحراء؟ شايف الحقد؟ بجد بلاش السيرة دي، ما بحبش أفتكر اليوم ده. قول لي يا مصطفى، كلمتني وتعالي بسرعة وعايزك ضروري واحضري حالا. ايه بقى؟ في ايه؟ هو يعني بصرف النظر ان انا عايز اشوفك دايما، بس انا كلمتك علشان اقولك ان انا خلصت ورق الجمعية وقبل الميعاد باسبوع. مش معقول. ميرسي قوي، ميرسي بجد، مش عارفة اقولك ايه. ميرسي. تقول ايه؟ على فكرة ده ورق دار ايتام، ما اخترعش الذرة يعني. شفتي مين بقى الحقود؟ على فكرة لو تحبي تبدأي من النهاردة ممكن. ايدي في ايدك يا سعاده البي، وانا اقدر اعمل حاجه من غيرك؟ بس لو عايزه نصيحتي تعملي حفله تبرعات الاول. نبتدي الاساس. طيب على الاقل انت تتفقي مع مهندس يعمل تصميم ويعمل ماكيت شيك كده، ونعمل حفله تدشين وتبرعات في نفس الوقت. يا فكره حلوه الصراحه، بس للاسف مش هينفع. ليه بتقولي كده؟ في ناس كتيره بتعمل. ما اكيد الناس دول مصريين وعايشين في مصر وعندهم بيزنس وعلاقات ومعارف.
انما انا مين يعرفني؟ اكيد محدش هيجي. ولا تشغلي بالك، صافي ممكن تساعدك كده. ما في حاجه يا جماعه؟ لا انت بس حددي الميعاد اللي عايزاه وسيب عليا اقناع صافي. يا واد يا بورم. ايه تحب اثبت لك اني بورم فعلا بقى؟ عارفه مين اول راجل هيتبرع؟ مين؟ الشاب الحليوه الميتة ده هيتبرع بخمسة مليون جنيه. بتلبسني يا مصطفى؟ ماشي. في الحفلة هتستلمي شيك بخمسة مليون. شفتي بقى عرفتي مين اللي بورم؟ عارفة يا كرمة تقدري تجمعي في الحفلة دي كام؟ مش أقل من 30 مليون جنيه. بجد؟ بجد. ماشي. Caristo. It's a very local place, but I love it. It's the best. I'll have the mixed vegetables. I knew it. اليوم بتدلني بالقطان. ما راح اقدر اكون عندك. ليه؟ Yes, decided. Yeah, we will take twice number four. It's a surprise. And the mixed vegetables, please. Thank you. Thank you. كنا فين؟ اه انت عايزه تروحي الاوتيل ليه؟ ماشي بس عبالي ارتاح، اشوفك بكره، بس اليوم عبالي ضلني بالاوتيل. ارتاح مني؟ لا، ان جنرال بدي ارتاح. لا انا عندي فكره، ممكن تقعدي معايا الليله دي و بس عشان ايه اتفرج عليكي لغايه لما انام. ليه؟ ما بعرف، حسستني اني فرجي. لا ما فيا، عن جد بدي اروح على الاوتيل. طيب اوكي، بس عندي I have a small wish. If you do that لازم تقعدي معايا لغايه اخر لحظه في حياتي. بس اخر لحظه؟ بس لو ليا أمنية أخيرة في حياتي هتبقى إني ألاقيكي يا كرمة، ومش عارف ساعتها أعمل فيك إيه. مصطفى أنا النهاردة عندي اجتماعات كتيرة، إيه هو الموضوع المهم اللي ما يحتملش تأجيل بقى؟ إيه ده يعني مش هتشربي حاجة؟ لا مش عايزة أشرب حاجة. هي خدمة بسيطة ليا وفيها مصلحة ليكي. حتى لو ماليش مصلحة عمري ما بحسبها معاك. جات لك الفرصة انك تصلح اللي انكسر منا بسبب موضوع عمر. ماشي يا سيدي، أنا مستعدة. اتفضل قول. اتفضلي. دار الأيتام بتاعت كارما ورقها خلص وجاهزة للتنفيذ، وبصفتك مرشحة بقوة للوزارة أنا شايف إنك ممكن تنتهز الفرصة دي وتقومي برعاية حفل خيري لصالح الدار. انت كده هتكسبي بونت عند الحكومه وعند الناس، وهيبان انك مهتمه بالعمل الخيري مش مجرد كلام ولا نوايا بس. فكره حلوه دي، فكره كارما؟ لا دي فكرتي انا، كارما عندها فكره تانية. بقيت متحمس قوي للمشاريع الخيريه يا مصطفى، احب اسمع فكره كارما. كارما بتقترح انك تكوني الرئيس الشرفي للدار. وانت ايه رايك؟ انا رايي قلتهولك في الاول، هتكوني مستفيده جدا. ليه كارما ما قالتليش الكلام ده بنفسها؟ ولا هي خلاص وكلتك بكل حاجه خاصه بيها؟ يا لما تحط حد في دماغك. انا مش عارف بس انت مش مستريحه لها ليه؟ علشان من أول ما ظهرت ما غلطتش، كل حاجة تعملها صح ومظبوطة مية مية. معقولة في حد كامل للدرجات دي يا مصطفى؟ غيرة الستات دي أنا حافظها صم.
تعرف كويس قوي انا ما بعرفش اغير، لان عمري ما احط نفسي مقارنه مع اي حد. ثقتك بنفسك دي هي اللي بتميزك، هي اللي خليتك تكملي مشوارك وباصرار لحد ما مسكت هيئه الاستثمار، وثقتك دي هي اللي هتخليكي باذن الله تمسكي الوزاره ان شاء الله. ثقتك يا مصطفى فيا وثقتي فيك هي اللي هتخلينا نوافق. مش بس كده، انا هعمل الحفله ببيتي، ايه رايك؟ ده عشم فيكي. دكتور صافي، انا عايزه اشكر حضرتك انك وافقتي تكوني الرئيس الشرفي للجمعيه، وانه الحفله دي هتكون تحت رعايتك. اسم كبير زي حضرتك اكيد هيكون اضافه كبيره للمشروع. قولي لي انت بتفكري في ايه بالظبط؟ الحقيقه انا مش عارفه، انا في الاساس هي فكره استاذ مصطفى، بس انا متهيئه لي انه احنا ممكن نعزم ناس في البيزنس، نجوم في المجتمع يدعموا الحفل، مش لازم على هيئه فلوس، ممكن تكون على هيئه افكار او حتى دعايه تطور من المشروع. بس كده؟ دي حاجه بسيطه جدا. احنا شخصيا ساهمنا في حفلات من النوع ده كتير. بصي، ابن شريف هيقعد معاكي ويقول لك تنظمي حفلتك ازاي. اعتقد انكم بقيتم صحاب. صحيح. وهو شريف كمان اللي هيعزم الناس؟ لا 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 طبعا، دي مهمتي انا. امال انا هنا ليه؟ هنحط ليست ونحط فيها شخصيات عامه، مؤسسات، رجال اعمال. ما تقلقيش، محدش هيتاخر عليا. طبعا انا مقدره قوي دعمك للمشروع، وكمان مدركه تماما ان التبرعات دي مش ممكن كنت اجمعها من غيرك. ميرسي، ميرسي بوكو. يو ار موست ويلكم. اتفضلي. ميرسي. Anyway كارما، you are so beautiful. Thank you so much. So you are. شكرا. مسيتي على القهوة ونستأذن أنا بقى. كل حاجة ماشية كويس. بعد اعتماد الرسم النهائي للمول، معدات العمل استقرت جدا، والشهر الجاي هنفتح 4 مشروعات جديدة. داوود، مش جايبك عشان كده. خير يا مستر عمرو. هنكبر شغلنا هنا في مصر. أنت عارف إن شغلي في الأساس بره. بس I see that the market is growing here in Egypt. هنكبر في أي اتجاه؟ في عقاري برضه ولا مجالات مختلفة؟ لا بص بقى، لو قلت لك مش محتاج أفكارك. وأنت عاوز أفكاري؟ اه، عشان هتبقى مدير مكتبي هنا في مصر. مدير مكتبك في مصر؟ دي ثقة كبيرة جدا يا مستر عمر. Well, I see you're the best man for the job. شكرا. صباح الخير يا دكتورة صافي ناز. بونجور يا عمر. مش هاخد من وقتك كتير. أنا برعى حفل خيري للأيتام، وعاملة حفلة كبيرة عندي، عازمة فيها معظم أصحابي ومعارفي. انت طبعا معزوم، يلا حضر تبرع يليق بمقامك. من اولها كده؟ طالما عاوز تتوسع في البيزنس هنا يبقى لازم تدخل في الدوائر الصح. ده غير ان القانون المصري بيشجع النوع ده من العمل المجتمعي، ونسبه كبيره من مبالغ التبرع تتخصم من ضرايبك. You're always right. هبعت لك تفاصيل الحفله في كارت على مكتبك. Thanks for everything يا عمر. باي باي. مش عايزك تقلقي خالص، الحفلة كلها أنا هنظمها من الأول للآخر. هو إيه حكاية تنظيم الحفلات دي؟ مامتك برضو قالت لي كده. هو أنت بتنظم حفلات؟ آه، عندي شركة صغيرة كده بعمل بيها إيفنت. غريبة يعني، شكلك ما يقولش. ليه؟ كل حفلات صف اللي أنت حضرتيها دي أنا اللي منظمها. وبتاخد كام إن شاء الله؟ كتير أوي يا عم، دي حفلة خيرية. بصي بقى، شريف مراد ما بيعملش حاجة ببلاش، ما دام هيشتغل لازم ياخد فلوس، وبعدين انت بقيتي بزنس ومان عالية قوي، تفاعل.
مالك قافش كده ليه؟ ادفع يعني؟ ادفع كام بس؟ يعني لسه ما حسبتش بس مش عايزك تقلق. لا انا من ناحيه اقلق مش اقلق خالص بعد الكلام اللي انت قلته، مطمنه جدا. طب هو انا لو مش منظم حفلتك كنت هتعزميني؟ هذا الكلام اللي انت قلته ده بصراحه كنت هعزمك. طب تمام، بما ان كده كل تكاليف الحفله على حسابي، اعتبريها هديه وتبرع مني للدار. طب كان لازمته ايه فيلم الاسعار اللي انت عملته ده؟ مش فاهمه. مش ممكن بتستغليني؟ لا نصح يا اخويا. كل الناس اكدت حضورها، ما اعتذرش لعدد محدود لظروف السفر. ايوه بقى بجد انا متشكره قوي يا جماعه، الخير اللي بشوفه في المكان ده اكيد ربنا يكافئكم عليه. ليش كده؟ انت بقيتي واحده مننا، بس انا عايزاكي تحضري نفسك كويس، اهم ناس في البلد هيكونوا عندك في الحفله. ان شاء الله هشرفكم، واوعدكم ان احنا هنعمل حفله تفتكروها كلكم. ملوكة عن اذنكم. ملوكة حبيبي، حبيبي ملوكة. مين حبيب كرمة؟ مالك. مين اللي كرمة بتموت فيه؟ مالك. مين مالك بيموت فيها؟ كرمة. برافو حبيب قلبي. ودي بقى كانت بداية النهاية. نجيب نتيجة بقى إن شاء الله. أنا واثقة بالناس. شو؟ شكل الكلام مش جهاز عاملين ايه النهارده؟ هابي؟ جانا ميك ات اوكي؟ يلا مين على هناك؟ يلا يلا اطلعوا هناك. عمر هداية. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك يا دكتورة صفي ناصر. شرفت الحفلة. الشيك معاك ولا نسيته؟ 3 مليون أوكي؟ هايل كده شغلك هيتوسع في مصر بسرعة. أمال فين كارما هنا؟ المفروض إن هي تستقبلك، بس معلش هي تقريبا ما تعرفش حد هنا. حكي ما تعرفش انا عازمه مين. انا اللي اعزم وانا اللي استقبل زي ما حضرتك شايف. صافي لحظه لو سمحتي. هي هناك، هعرفك عليها دلوقتي بس بعد اذنك اشوف ضيفتي. تفضل. ميرسي. يس دارلينج. هاي هاو ار يو؟ ام فاين ثانك يو.
تحب اقول لك سلمان منصوري؟ ولا مش احسن بقى تقولي اسمك الحقيقي عشان اعرف انا ديكي بيه؟ على فكره مش مهم اسمك، انت مش عارفه انا مبسوطه قد ايه اني شايفك قدامي. لا 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 لا، انت رايحه فين؟ ما تتعبيش نفسك، انا مش مستني منك كلام. عمرك ما هتحسي انا تخيلت اللحظه دي كم مره عشان اكون جاهز بالكلام لو شفتك قدامي. من يوم ما صحيت ما كنتش جنبي، مش عارف اقول لك وحشتيني واكون صريح لو قلتها، ولا اجيب البوليس عشان يجي ياخدك. غريبة قوي، عمري ما كنت هتصور اني هشوفك هنا. في اللحظة دي مش عارف اطلع اللي جوايا. اختك في حضني ولا اعمل فيك ايه؟ احكي لك عن الوجع اللي كنت عايشه ولا اروح لاصحاب البيت ده واقول لهم انك نصابه محترفه؟ لا ده انت طلعتي لعيبه قوي. سفينة سهير ومحمد مراد مره واحده؟ Normally I don't care، بس اموت واعرف انت وصلت للناس دي ازاي، وقعت مين فيهم في حبك. يا راجل مش تسلم ولا عشان اتعرفت على كارما بقاش همك حد خلاص. ازيك يا شريف، اخبارك ايه؟ قول جود حبيبي. ايه رايك؟ هي دي كارما يا سيدي، كنت عايز اعرفك عليها الحفله اللي فاتت. بذمتك في بنت احلى من كده؟ لا ده احنا طلعنا معرفة قديمة مش كده؟ ايه ده بتعرفوا بعض؟ عن اذنكم. انت رايحة فين؟ انا مش هسيبك تاني. هو في ايه؟ لا دي حكاية طويلة مش كده؟ انا مستنيك. مستنيها؟ هو انت في بينكم حاجة؟ لا مفيش، هي بس أكتر بنت حبيتها في حياتي. تمام. شفت عمر في الحفلة تفكيري اتشل، كنتش عارفة افكر لحظتها اعمل ايه. اكتر حاجة سيطرت عليا ان اهرب، بس اهرب ازاي بعد كل اللي عملته ده؟ اهرب مستحيل طبعا، لا مكانش ينفع. الحل الوحيد كان اني احافظ على المكاسب اللي حققتها في بيت محمد مراد. البدله اللي جايبها لي حماتي دي هتاكل مني حته، ده مش هحضر بيها حفله، ده انا احضر مهرجان القاهره السينمائي. ايه الفستان المقرف اللي انت لابساه ده؟ براحتي البس اللي انا عايزاه. لا مش براحتك، تدخلي اوضتك وتغيري من غير مناقشه، ولو مش عايزه استني يا روم وما تخرجيش خالص. الحفله مليانه اعلاميين. شفتي؟ شفتي؟ والله قلت لها الكلام ده يا حماتي، بس هي دماغها ناشفه ما بتسمعش الكلام.
يلا اتفضلي اتفضلي. بدلة جميلة عليك يا ممدوح. ده ذوقك هو اللي حلو يا حماتي، تسلم ايديكي. بص يا ممدوح، احنا في حفلة وانا اسمي الدكتورة صافي ناز، تقدر تناديني صافي عادي مش مهم، بس بلاش طنط وحماتي علشان بلدي شويتين. حاضر يا صافي. طب انا عايزة منك خدمة. يا نهار ازرق، ده انت تأمري. تروح لسارة وتتأكد انها هتنزل الحفلة ولابسة فستان شيك. بس كده غالي والطلب رخيص. يا صافي. ازيك يا كرمة؟ هاي ممدوح. هاي كرمة، انت كويسة؟ اه انا كويس. طب يلا يا حبيبتي لازم نبتدي، اتفضلي. مساء الخير جميعا. Thank you for accepting my invitation. وحرصكم على الحضور. اسمحوا لي دلوقتي نرحب بصاحبة فكرة دار كارما لرعاية الأيتام الجميلة كارما نوار. مساء الخير. أولاً وقبل كل شيء اسمحوا لي أشكر دكتور صافي ناز إنه هي وافقت تكون رئيس الشرفي للدار، وإن الحفلة دي تكون تحت رعايتها وتستضيفنا هنا في بيتها. حلم دار الأيتام ده حلم أنا بقالي كتير نفسي أحققه. شكراً إنكم بقيتوا النهاردة جزء منه. الفكرة المتعارف عنها عن أي دار أيتام إنه هي بترعى الأطفال اللي ما عندهمش أب أو أم أو حتى الاثنين. بس للأسف في أطفال يتامى عايشين في مجتمعنا وأهاليهم لسه موجودة، أم أو أب قرروا إن هما ما بقوش قد المسؤولية أو يمكن عندهم حاجات أهم في الحياة فشالوا ولادهم من حساباتهم. أم تسيب ابنها عشان جوزها الجديد يمكن مش عايزه في البيت. أب ما يعترفش ببنته عشان عنده عيلة وما ينفعش، فتكون النتيجة أطفال من غير أهل أو أطفال شوارع. الأطفال دول محتاجين حاجات كتيرة قوي من حقوقهم، محتاجين يحسوا بالأمان، محتاجين رعاية، محتاجين يلعبوا، يتنفسوا، يحسوا بالحب، محتاجين ينسوا الإحساس بالغدر اللي حسوا بيه لما تسابوا لوحدهم في الدنيا. لو ده ما حصلش هيبقوا عاملين زي القنابل، أقوى من قنابل الإرهاب نفسه. عشان كده أنا قررت إني أشتغل مع الأبرياء دول اللي ملهمش غيرنا بعد ربنا ومساعدته. أنا أسفة إني طولت عليكم، شكرا لحضوركم مرة تانية. يا رب الحفلة تعجبك. شكرا. ثانك يو على كل حاجة. شكرا. أحسنتي. ايه ده؟ كلام جامد قوي. ما كنتش عارف انك انسانه قوي كده. اه
عمر انا فكرت كويس قوي وقررت. قررت ايه؟ هرجع لك كل مليم اخدته منك. ده كرم كبير قوي. طبعا فلوسي هترجع لي، ده من غير كلام. بس انت فاكره هترجع لي فلوسي وهسيبك تمشي كده؟ انت عايز ايه بالظبط؟ اكيد عرفت من حركه امين ان انا قالب عليك الدنيا. النصيب جابك لحد عندي هنا عشان اخد حقي. انت عارفه انا عشت في الم قد ايه؟ واضح ان الحب مع واحده زيك غلطه كبيره. ما تنكرش ان انا حذرتك من مشاعرك ناحيتي. انت قلت كده فعلا؟ طبعا اتغلط عندي انا. طيب وشريف؟ حذرتيه هو كمان؟ مفيش داعي للغلط يا عمر. انت ما شفتيش مني غلط لغايه دلوقتي. انت ما شفتيش مني الا الحب، وانا ما شفتش منك الا الكذب. ومش هسكت.